نبدأ من آخر المستجدات الميدانية معك كريستين في الجليل الأعلى. على مستوى المستجدات الميدانية فرح، نتحدث عن تفعيل جديد لصفارات الإنذار. آخر الصفارات كانت في دوفيف بالجليل الغربي، وذلك للتحذير من سقوط صواريخ. بالمجمل نتحدث عن تفعيل متواصل لصفارات الإنذار، نحو 10 مرات فعلت هذه الصفارات منذ فجر اليوم. كان الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه أنه رصد إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية باتجاه الجليل الأعلى دون أن يحدد مناطق سقوط أو اعتراض هذه الصواريخ، ورصد أيضا إطلاق مسيرتين اجتازتا الحدود من لبنان باتجاه الجليل الغربي. قال أنه اعترض إحدى المسيرات قبالة نهرية في المجال البحري، وأيضا الثانية انفجرت هناك. بالتالي نتحدث عن صفارات متواصلة، عن صواريخ متواصلة، وبالمجمل من صفارات الإنذار هي ركزت على مناطق الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي والمتعلق بالعملية البرية، أي تدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل في المطلة، في مسقاف عام، في دوفيف، في يرقون، في مواقع وجود الجيش الإسرائيلي، لأنه واضح أنه يحاول التوغل بريا من نقاط بعينها. نقطة في المطلة قبالة كفركيلا في أقصى القطاع الشرقي، نقطة في مسقاف عام قبالة العديسة، نقطة في دوفيف وأفيفيم قبالة مارون الراس. من بلاغات حزب الله العسكرية واضح أن أيضا المقاومة شرسة والمعارك ضارية، وهذا تجلى أيضا في الحصيلة الصعبة والثقيلة على الإسرائيليين بإعلان مقتل 8 عسكريين وإصابة العشرات، بينهم 7 بجروح خطرة، من وحدة إيجوز التابعة للفرقة النخبوية 98، وأيضا لواء جولاني التابع للفرقة 36. قبل دقائق وصل بيان عن الجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية متواصلة في الجنوب اللبناني، يزعم أنه قصف من الجو في ساعات الليل مبنى لبلدية بنت جبيل جنوبي لبنان، بزعم أن عناصر حزب الله كانوا يستخدمون هذا العقار أو هذا المبنى. قال أنه شن غارات جوية لدعم القوات البرية واستهدف 200 هدف خلال الساعات الماضية بحسب زعم البيان الإسرائيلي، الذي قال فيه أيضا بأنه اغتال أو قضى على عناصر ومقاتلي حزب الله فرح. بالتالي نفس البيانات التي كنا نشاهدها ومتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أيضا نرى نفس البيانات هنا في جبهة لبنان وفي جبهة الشمال. إذن نتحدث عن إطلاق كثيف للصواريخ، نحو 300 صاروخ منذ أمس حتى اللحظة، نحو 30 صاروخا منذ ساعات الصباح، ويوم أمس آخر حصيلة للصواريخ كانت نحو 260 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليلين الغربي والأعلى فرح. بالتالي هذا يعكس المقاومة والاستهداف المتواصل والذي يركز أيضا على الحشودات العسكرية بالأساس. نعم، والآن وأنت تقدمين هذه الرسالة كريستين.